الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين المشاهدين المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن أسلوب التربية الإسلامية الدينية التي يجب أن يتبعها الآباء في تربية أبنائه وقلنا بأن هناك سبب يسبب الفشل في تربية الأبناء وهذا السبب هو الخلط بين مفهوم التربية ومفهوم الرعاية وبينا الفرق بين التربية والرعاية اليوم نريد أن نتبع الأساليب المحضة في نجاح وإنجاح تربية الآباء لأبنائهم قلنا سابقا بأنه لا بد من الرجوع في كل علم إلى أهل الإختصاص وقلنا بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم رواد العلم والمعرفة في جميع الاختصاصات. فعن طريقهم يستطيع الانسان ان يصل الى الحكمة والى ضالته من المعرفة. حقيقة اليوم نريد ان نعرض صورة مشرقة من صور التربية ومردود التربية لاننا قد اسلفنا بان التربية انما مردودها يعود الى الاباء بخلاف الرعايه والاهتمام فان مردودها يعود للابناء فقط عندما نتصفح ايات القران الكريم هذا الكتاب العظيم الذي لم يترك شارده ولا وارده الا وقد بينها ولكن عن طريق مفسريها ومن يعلم تاويلها اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هناك آية, هناك ايه من ايات القران الكريم اذا ما تمعنا فيها ودققنا وتامنا في كلماتها سوف نجد ان الله سبحانه وتعالى يدفع الاباء الى حسن تربيه ابنائهم لان مردود هذه التربيه انما هو في الاول وفي الاخر يعود للاباء انفسهم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مخاطبا الأبناء في طلب الرحمة للآباء يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حقيقة إذا تأملنا في هذا المقطع من الآية بين قوسين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا امر الهي للانسان ان يدعو لوالديه بالرحمه، مقدار هذه الرحمه انما يكون بمقدار تربيه الاباء للابناء. وكان الله سبحانه وتعالى من هذه الحيثيه يطلب من الاباء ان يحسنوا تربيه ابنائهم لانهم كلما احسنوا تربيه أبناء كانت الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء كانت هذه الرحمة تكون بمستوى التعب وبمستوى تربية الآباء لأبنائهم لنتأمل في هذه الصورة الخالدة لهذه الآية انظر عزيز المشاهد الله جل وعلا يأمر الأبناء أن يدعو للآباء والأمهات طبعا أن يدعو لهم بالرحمة مع أن رحمة الله قد وسعت كل شيء، ولكن يقول لهم أدعو لهم برحمه مساوية لمقدار ما تعبوا عليكم في تربيتكم. فإن كان الأب قد بذل جهدا كبيرا في تربية آبائه، ولا بد أن نذكره. نقول تربية الأبناء للاهتمام. للاهتمام فبمقدار الجهد الذي يبذله الأب في تربية ابنه تكون هذه الرحمة مساوية لهذا المقدار هذا من جهة جهة أخرى وصورة رائعة وراقية في هذه الآية تأمل أيها المشاهد الله سبحانه وتعالى يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكانها دفع والهام من الله جل وعلا وتعليم للانسان يقول له ايها الاب انما تربيتك لولدك تكون في الصغر لا تكون عندما يكون كبيرا اهتمامك به قد يم يستمر الى نهايه اجلك او اجله ولكن تربيتك وتطبع هذا الولد بهذه التربية وتعلمه لهذه التربية إنما تكون في وهو صغيرا هذا المعنى يفسره النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين ويقول امير المؤمنين عليه السلام: الولد ريحانتك سبع وعبدك سبع ثم اما صديقك او عدوك. السبع او الصغر عند الولد هي الفتره الزمنيه التي تستطيع الاب الام ان تربي ولدها بنتها التربية الصحيحة أو كما يقولون أن التربية التعليم في الصغر كالنقش على الحجر أيها الأب ابذل جهدك في تربية ولدك في هذه السنين السبعة الأولى لا نتجاوز معلم البشرية ومعلم المخلوقات المرسل من السماء النبي محمد صلى الله عليه واله بل نخوض غمار التربيه في ضوء تعليماته وفي ضوء احاديثه واقواله ما معنى ان يقول النبي صلى الله عليه واله ان الولد سيد سبع سبع سنين هو سيد ما معنى هذا القول ولو قارناه بقول امير المؤمنين عليه السلام عندما يقول الولد ريحانتك سبع ما المقصود من ذلك بالتامل وبالتفكر والتعلم من اهل البيت نرى ان النبي صلى الله عليه واله انما يريد ان يوصل رساله لك ايها الاب يقول لك فيها ان الولد في هذه المده الزمنيه في هذه الفتره من عمره انما يكون كالسيد تعلمون ان السيد احيانا يتصرف تصرفات لا يمكن ان يتقبلها من هو دونه فضلا عن من هو اعلى منه لكن الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه واله والامام عليه السلام يقول تصرف مع ولدك في هذه الفتره الزمنيه وكانما هو سيد والسيد يحتاج الى عنايه ولطافه في التدبير والتعليم امير المؤمنين يشبهه بانه ريحانه والريحانه تكون رقيقه جدا تهتز وتتاثر حتى بنسيم الهواء وعليله انت ايها الاب اذا ما تصرفت مع ولدك بهذا التصرف تجعل منه محبا لك ينظر لك على انك قريب جدا لقلبه اما اذا تصرفت بعكس هذا التصرف كان تعكس لولدك انك انت سيد عليه وهو في هذه السن صح قد يطيعك ولكن طاعته كطاعه العبد المكره قد ينفذ اوامرك ولكن هذا الطاعة وهذا الامتثال لهذه الأوامر إنما تكون من وراء القلب والتمني بزوال الآمر والتمني بالتحرر من هذه القيود. اجعل ولدك يحبك كما أنك تحب الريحانة لأن الحبيب لمن يحب مطيع. الحبيب لمن يحب مطيع. لو وصلت إلى مرحلة مع ولدك، وصلت إلى مرحلة الحب بين الطرفين. طبعا الحب من طرف الآباء غالبا مفروغ منه. الأب يحب أولاده حبا كبيرا جدا، هذا في الغالب إلا ما شذ وندر. ولكن أن تجعل ولدك الذي يرى بأن جميع من حوله انما هم غرباء كلما هنالك ان هذا الشخص كثيرا ما يراه وذلك الشخص نادرا ما يراه واما هم سواسيه في القرب والبعد من القلب لو تمكن الاب من ان يجعل من هذا الولد من هذه البنت دائما نردد ولد ولد وقد يتبادر لاذهان الناس اننا نقصد الذكر من الاولاد لكننا نقصد في كلمه الولد الذكر والانثى من الاولاد قد يتبادر لهذا الولد ان هذا الانسان الذي لا يعرف ما هي علاقته به لا يعلم بانه ابوه ام اخوه صديقه ام عدوه لا يعلم هذه المصطلحات وهذه المفاهيم ولكنه يعلم جيدا ان قلبه قد تعلق بهذا الشخص لان هذا الشخص قد تصرف معه وكأنه سيد، تصرف معه وكأنه ريحانة لا يح لا يجعل منه عدوا له، انظر ايها المشاهد الى قول امير المؤمنين يقول: ولدك ريحانتك سبع وصديقك ريحانتك سبع وعبدك سبع بعد ان ربيته على حبك صار عبدا لك اسيرا لك اسيرا لا بمعنى الجبر ولا بمعنى الاضطهاد انما اسيرا لهواك حيث احبك من كل قلبه اصبح مطيعا لك رغبه فيك لا خوفا منك ولا رهبه ينظر اليك ذلك الكائن الحبيب الذي اعطاه كل ما يستطيع من التربيه والاهتمام يقول لك امير المؤمنين عليه السلام المراحل الاخرى من حياه هذا الانسان كلها قائمه على مرحله الريحانه ريحانه سبع سنين ثم يكون عبدا لك عبد انت قررت ايها الاب ان يكون عبدا خائفا مطيعا من الخوف او يكون عبدا محبا راغبا في تلبيه اوامر محبوبه اذا كنت بهذا المستوى من التربيه لولدك ستكون النتيجه النهائيه ان هذا الولد اما ان يكون صديقك عندما تكبر ولا تستطيع ان تامر وتضطهد وتزمجر بوجه ولدك تظهر هناك حقيقة تربيتك حقيقة تربيتك لولدك إن كنت قد أحسنت تربيته وجعلت منه في مرحلة من مراحل حياته ريحانة حتى صار في مرحلة أخرى عبدا مطيعا محبا أو مكرها عند ذلك تكون النتيجة إما أن يكون صديقك تلجأ إليه كما كان يلجأ إليك تسره ويسرك تعينه ويعينك تذهب اليه عند الحاجه كما كان يلجا ويذهب اليك عند الحاجه اما لو فشلت وجعلت من هذا الولد عبدا مكرها مضطرا حاقدا نتيجه ان السبع الاولى تصرفت معه بكسر عود الريحانه سيكون هذا الولد عدوا لك ولن تستطيع مع كبر سنك وشبابه وفتوته لن تستطيع ان تامره او تنهاه او تضطهده او تجعل منه اسيرا لك ينفذ ما تريده انت هذا كله يريد الامام يريد النبي الله جل وعلا يريد أن يقول لك أيها الأب بمقدار ما ربيت ولدك ستكون النتيجة رحمة مساوية للتربية وصديق مساوي للتربية لك ثم أن هناك شيئا مهما جدا لا بد للآباء وغيرهم من أن يلتفتوا لهذا الأمر التربيه ليس معناها تنظيم سلوك الانسان في هذا المجتمع فقط لانه غالبا ما نجد ان الاباء يحاولون ان يجعلوا من سلوك الولد او البنت ملائما لما يفهمه العرف والمجتمع غافلا عن شيء في غايه الخطوره وهو ان اعراف المجتمع ما هو مالوف في المجتمع قد يكون الان عرفا مالوفا متعارفا ولكن بعد تقادم السنين قد يكون عرفا مستهجنا غير معروف مضطهد منكرا لا يقبل به احد مثلا في روايه عن امير المؤمنين عليه السلام يقول لا تربوا اولادكم بزمانكم يعني بما انتم تالفونه الان من الاعراف والتقاليد والاخلاق والعلاقات الاجتماعيه والعلاقات العرفيه لا تجعلوا اولادكم يتربون على هذه الامور، لماذا يا مولاي؟ لماذا يا امير المؤمنين؟ لماذا يا صاحب الحكمه؟ لماذا ايها الفيلسوف في التربيه والتعليم؟ يقول لأن هؤلاء قد خلقوا لزمان غير زمانكم أنت الآن مخلوق في زمن معين بعد ثلاثين سنة تتغير هذه الأعراف تتغير هذه التقاليد تتغير هذه العلاقات لا يمكن أن تحكم ولدك وتحكم ولدك بأعراف وتقاليد عشت أنت فيها نتيجة أن الزمن يغير لهذا لا بد أن يركز الآباء على شيء لا يتغير أبدا بمرور الزمن وفعلا الآن لو رجعنا إلى علماء مثلا للعلماء في التربية علماء في الفيزياء علماء في, في كل الاختصاصات كل الاختصاصات يقولون بأن الثابتة أفضل من المتغير والسبب أن الثابتة يثير الأطمئنان إليك الآن لو رجعنا إلى المجتمع الآن أبسط مثال الآن. نتكلم فيه ما دام أنه المجتمع يتداول هذه الأمور الوضع الاقتصادي للبلد الوضع الاقتصادي لأي مجتمع ما دام أن هناك استقرار اقتصادي الناس مرتاحون بمجرد تغير اللوازم الاقتصادية في المجتمع يبدأ هناك اضطراب في أغلب طبقات المجتمع في الطبقه الفقيره، في الطبقه الغنيه، في الطبقه المتوسطه، في الطبقه المعدومه، في الطبقه الاعلى، المرفهه، كلهم يبدا هناك اضطراب في حياتهم نتيجه عدم الاستقرار والثبات في الوضع الاقتصادي. نكمل الان عندنا اتصال من ابو رضا من بغداد. السلام عليكم ابو رضا. عليكم السلام شلونك شيخنا؟ الله يوفقك يسلمك ويخليك. تحدثت بموضوع قيم بصدد تربيه الاولاد. نعم. يعني الـ الـ الاولاد مرحلة الطفوله. نعم. الاباء يحرصون عليهم يعني مثلا يحاولون يبعدون عن الشارع هذه. بمرحله المصاحبه يعني بعد سن المراهقه سن نعم. البلوغ. نعم. يعني يصير عنده اتجاهات مثلا بحكم الوضع الحالي الموبايل بالدراسه صحيح اذا اصدقاء المدارس نعم يعني شلون واحد مثلا يخصص الايد يعني شلون تركب حريته الى مستوى مثلا ينزل يقل دراسيا لا, لا, حر لا حريه مطلقه ولا بعد قيد مطلق ايجابيه نواحي عنده لا مبالاه هالجانب ان شاء الله خير يعني دور الاب تجاه ان شاء الله خير اولاد ان شاء الله خير جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا شيخنا. اهلا شكراً. وسهلا ابو رو. نعم. السؤال لطيف وحقيقه في تماس مع حياه المجتمع دائما، صح الطفل في فرح مرحله الطفوله الاب مسيطر، الاب سيد الاب هو الامر الناهي، لكن في مرحله المراهقه يبدا الطفل يحاول ان يشق حياته، يبني يحاول يكون شخصيته. لهذا قلنا بأنه الإمام سلام الله عليه طبعا الكلام لبرضة وللجميع لكل من لديه أولاد لابد أن يلتفتوا لهذه القضية أولادك في السنين الأولى كما يقول أمير المؤمنين هي سنين التربية أصلا القرآن في الآية التي ذكرناها وقل رب ارحمهما كما ربياني شو وقت ربياك ربياني صغيرة يعني في مرحلة الصغر تكون التربية في مرحلة الصغر تكون التربية في مرحلة ما بعد الصغر لا توجد تربية إنما يوجد فقط ملاحظة وتوجيه لا أكثر ولا أقل الآن مثلا أبرض هذا السؤال يقول أنه في مرحلة المراهقة يبدي الإنسان يتأثر وفعلا يبدون الشباب يتأثرون بعلاقاتهم مع أصدقائهم اللي لابد منها الاب في مرحله الطفوله يمنع اولاده من الخروج للشارع وهذا هم مو صحيح على اطلاقه مو صحيح في مرحله المراهقه تبدأ العلاقات تصير تبدأ العلاقات الابناء تبدأ مع اصدقائهم تصير رغم انك تصبح هناك علاقات الطفل يدخل مدارس يذهب الى الشارع يذهب الى البقاله يروح لاي مكان فصير عنده علاقات تصرفك شنو اللي يصير وياه تصرفك يكون كالاتي لا انت تعطيه مطلق الحريه لا انت تنطيه مطلق الحريه بحيث ما تعرف اصدقائه منو وين راح وين اجى موبايله شنو ما تعرف ولا في نفس الوقت تجعل منه حبيسا لك نفس الوقت هم هذا مو صحيح لان هو في مرحله يريد ان يعبر عن شخصيته الخاصه احنا لو كنا ناج... لو كنا ناجحين في مرحلة الطفولة هذا الأمر ما راح يجي ليش؟ لأن يبقى الولد مطيع ويعرف أن هذا الأب حبا فيه يريد منه كذا وكذا هذا الأب رعاية منه يريد منه كذا وكذا لكن نتيجة خلط المفاهيم اللي إحنا دائما في تلك الحلقة وفي هذه الحلقة ذكرناها الآن أبو رضا شو يقول؟ يقول الأب من مرحلة الصغار يهتم باولاده وهذا اللي قلنا قلنا الاهتمام مو تربيه الاهتمام مو تربيه الاهتمام هو المحافظه على الولد من جميع ما يؤثر عنه خارجا محافظه جسديه يعني تحافظ عليه من الاصابه تحافظ عليه من الجرح تحافظ عليه من ال... اما التربيه لا تغذيه روحه تغذيه عقله احنا لو غذينا اولادنا التغذيه الصحيحه روحا وعقلا ما نخاف من عتم في مرحله المراهقه لكن خلينا نسلم لانه خلط المفاهيم هذا مستمر بعد ما صار الولد مراهق من صار مراهق بدا يشق طريقه لبناء شخصيته الخاصه انت تصير كانما راكب في السفينه يعني الان أو اولادك عندهم اصدقاء ما بها شيء في يوم من الايام اذا ابنك دعا اصدقائه بطلب منك طبعا ادعو اصدقائك خليجون يمنى وتقعد وياهم على الاقل راح يصير عندك فملاحظة على كل اصدقائه انه هذا كذا، هذا الشخص بهيك ملاحظات، هذا الشخص بهج ملاحظات، او على الاقل من يجون أصدقاء يمك في دا في دارك وانت يعني تتسامر وتتحدث معهم تعرف انه هذا الولد من اي عائله وذاك الولد من اي عائله، هذا الولد شنو اتجاهه وهذا الولد شنو اتجاهه فتعرف معرفه اجماليه عن اصدقاء ابنك. هاي القضيه كون تبقى ملاحظه عند الجميع. يا اخوان نعيد ونكرر مرارا تكرارا انه الولد بعد فرق مرحله الطفوله ماكو شيء اسمه تربيه. التربيه في مرحله الطفوله، بعد مرحله الطفوله خلاص انت نقشت في هذا الحجر. كتبت على هذه الورقة البيضاء بقلم لا يمحى بديت تتحط له أسس لبناء شخصيته هاي بناء الشخصية تبدي, تلاحظ ملاحظة دقيقة يكون لكن ملاحظة مو على نحو الجبر مو على نحو الأمر مو على نحو الاضطهاد على نحو المصاحبة على نحو المصادقة على نحو المست... الاستشارة هيش تقدر ات... توطن بيناتهم بدل ما ابنك يحاول أن يجد صديقا له من الخارج صير أنت صديق له هسه تقول أنا فرق العمر هواي النبي صلى الله عليه وآله شو يقول من كان له صبي فليتصاب معه يعني هسه هو من مر بمرحلة مثلا 15 سنة إلى 20 سنة أنت هاي المرحلة مار بيها تعرف تفكير الأولاد شلون يصير أم تعرف تفكير البنات شلون راح تصير فأنت حاول جاهدا أن تكون بعمره مع علاقتك معه تصير بعمره مو تريد من عنده يصير بعمرك أنت انتبه لحالك كل الآباء خلي انتبهون لحالهم بهذه القضية الأشياء اللي الآن اللي تلاحظها على ولدك من سلبيات أنت تعتقد بأنها سلبيات أسعدنا عندنا اتصال بعدين نكمل لك ابو رضا، علي من بغداد. الو السلام عليكم. الظاهر انقطع الاتصال نكمل مع ابو رضا. فانت تصير بهذه المرحلة، انت الان هاي المرحلة اللي هو ابنك الان يمر بيها طبعا مو ابن ابو رضا لا يعني الابن العام. هاي المرحلة ترى انت مريت بها. مريت مرحلة مراهقة وشون اختاريت اولادك فمو تلوم ابنك على اختيار هي اولادي لا 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 تحاول تصير واحد من اصدقاء ابنائك وفي هذه الصداقة تظهر له إن كانت موجودة تظهر له مساوئ هذا الصديق ومساوئ هذا الصديق ومحاسن ذلك الصديق ومحاسن ذلك الصديق تظهر له حتى يكون على دراية بالموضوع ولا تظهر لهم بالمباشر هذا صديقك مو زين ابتعد عنه راح يحس انه انت تشكك باختياراته مو قاعد تنصحه هو الان هو رجل صاحب قرار هيك يشوف نفسه لا لا انت حاول تبين مساوئ الفكرة المتبنات من قبل ذلك الصديق برواية بقصة لذلك هذه القضية اريد اذكرها وهم لبرضو للجميع اهم اهم اساس من اسس التربيه الصحيحه هي التربيه العقائديه اخوان التربيه الاخلاقيه ممكن ان تصلح التربيه الاجتماعيه ممكن ان تقوم لكن اهم شيء هي التربيه العقائديه لماذا لان العقيده هي تماس مباشر مع القلب مع الوجدان الكثير من الأمثلة يضربها القرآن ويضربها الأئمة والمجتمع يتظهر فيه أناس أناس في قمة التربية والأخلاق وفي قمة التواضع في قمة التدين لكن لأنهم غفلوا عن أساس التربية العقائدية انحرف أبنائهم عن جادة الصواب ما يحتاج نذكر امثله موجوده في القران وموجوده في الروايات وموجوده في في المجتمع اصلا كل واحد هسه من عندنا يجلس بينه وبين نفسه يقول اي أيوة والله فلان الفلاني كان انسان مرموق صاحب وجاهه بالمجتمع صاحب دين صاحب كلمه لكن طلعوا اولاده كذا عندهم انحرافات السبب شنو السبب اما اولا انه الاب ما كان يميز بين التربيه والتعليم التربية والرعاية أو كان يميز لكن ركز في قضية التربية ركز على التربية الاجتماعية ركز على التربية العرفية هذا عيب هذا ما يجوز الآن مجتمعنا الآن تقدر الآن تقعد مع كل أب أول ما يريد يركز على التربية يقول من تقعد مثلا في كذا لا تتحدث في هذا الحديث بحضور فلان ماكو شيء اسمه عقيدة ماكو شيء انه يابا تعالوا انطوهم غذوهم غذوا العقول غذوا الارواح غذوا القلوب بعقيده سليمه الانسان اذا كانت عقيدته سليمه لا تخاف منه لا تخشى منه ارتباط الانسان مع ربه هو الذي يربيه النبي صلى الله عليه واله من اللي رباه؟ خو احنا كاماميه اثني عشريه نؤمن بان عبد المطلب وابي طالب من قمم العرب اصلا نؤمن بانهم اناس موحدون من سادات اهل التوحيد لكن لما ياتي النبي يقول ادبني ربي الارتباط مع الله هو التاديب الحقيقي ادبني ربي فاحسن تاديبي ما دام مرتبط مع الله جل وعلا ما دام مرتبط مع الاشخاص الذين اوصى الله جل وعلا الناس باتباعهم، لا تخاف على ولدك، لا تخاف على ابنتك. التربيه العقائديه هي التربيه السليمه. في الحلقه السابقه ذكرنا مثال مثال عبد الله ابن الزبير والزبير، الزبير كان انسان متدين ملتزم كان انسان مدافع عن اهل البيت كان انسان من من الذين لم يقبل ببيعة غير امير المؤمنين، كان من المدافعين عن دار الزهراء لكن في النهايه شنو؟ غفل عن تربيه ولده التربيه العقائديه. هسه لو فرضنا انه كان يحاول ان يربي ولده لا ان يعتني بولده، لا ان يهتم بولده عبد الله، لا لا غفل عن تربيه ولده التربيه العقائديه، النتيجه شنو؟ النتيجه ولده انحرف وهو انحرف ايضا. فكلامنا ومقصودنا لكل الآباء ركزوا بل يجب عليكم أن تربوا أولادكم تربية عقائدية تقوون ارتباطهم مع الله جل وعلا تقوون ارتباطهم مع أهل البيت صلى الله وسلم عليهم إذا شفتوا الولد والبنت ذو علاقة قوية علاقة حقيقية مو علاقة خوف مو أحيانا هم الإنسان يجي يريد من ابنه يصلي يجبره مع انه امير المؤمنين شو يقول يقول علموا اولادكم بلسانكم على الصلاه والصيام بلسانكم يعني على كيفك وياه هذا قضيه كلش مهمه احنا اذا خلينا المضامين والاسس صحيحه حقيقه ما راح نخشى قضيه الولد قضيه البنت قضيه التربيه نخلي قواعد عامه القاعده الاولى انه عمر الولد ثلاث مراحل مرحله في الصغر وهذه نصب عليها التربيه ومرحله ما بعد الصغر يعني نقول عليها الم... خلينا نقول عليها قضيه المراهقه ما بعد الصغر هذه المرحله تكون بدات تتبلور شخصيته فهنا دور الاب شنو هنا دور الاب المراقب دور الاب المراقب الذي يراقب حركات ولده ويتدخل في 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 حدود ما يستطيع ان يتدخله بلا جبر ولا اضطهاد. المرحله الاخيره بعد خلاص ترى ابنك من يصير عمره فد 20 25 سنه بعد مستحيل انت تقدر تفرض عليه اشياء تشعر بانها صحيحه وهو يشعر بانها خطا او تشعر بانها خطا وهو يشعر بانها صحيحه. خلاص بعد هذا الانسان تكونت وتبلورت قضية تبلورت شخصيته لكن لو كنت قد ربيته تربية عقائدية من صلب التربية العقائدية يقول أنا تربية العقائدية أن شنو موحد لله جل وعلا أنا تربية العقائدية مطيع لله جل وعلا الله جل وعلا يأمرني بطاعة الآباء خلاص ولا تقل لهما أف خلاص لكن إذا هو التربية العقائدية مو تمام وهناك خلط بين مفاهيم التربية والتعليم والأب ركز على مفهوم الاهتمام بدل مفهوم التربية ومرت سنين الطفولة وبدأت سنين أخرى ثم بالأخير يريد نتيجة صالحة ما هيج قضية أبدا شوف القرآن الله جل وعلا في القرآن يضرب لنا امثال رائعة في كل المجالات في قضية التربية والخلط بين المفاهيم فرعون عليه اللعنة لما أراد أن يخاطب موسى يحتج على موسى قال له قال له ألم نربك فينا صغيرة مع أنه فرعون لم يربي موسى فرعون فعلا اهتم بموسى عليه السلام لكن لأنه اختلطت المفاهيم عند فرعون عليه اللعنة فرعون لم يميز بين التربية والاهتمام احتج على موسى بالاهتمام وسماه تربيه مع ان التربيه الحقيقيه وين كانت؟ كانت عند اهل موسى اخته اخت موسى تقول لال فرعون: هل ادلكم على بيت يكفلونه لكم وانهم له لناصحون وهم له ناصحون يعني اصلا تربية موسى كانت في بيته في بيت أمه لكن فرعون تختلط عدة المفاهيم فسمى الاهتمام بالتربية احنا هذه القضية كنا نبتعد عنها حتى لا نصير أشباه فرعون في هذه القضية احنا صح في مرحلة الطفولة احنا نهتم بالولد مو قاعد نربيه وإذا ربيناه لا نربي تربية عقائدية نربيه تربيه اجتماعيه على مفاهيم احنا عشناها النا الاب مولود في مثلا في الـ 1970 الولد ولد في الـ 2000 يربي ولده على مفاهيم شنو على مفاهيم السبعينات مثل ما يقولون وهذا عايش بالألفين 2000 شلون راح ابد ما راح يصير هناك انسجام وتلاقح بين العقليات العجيب في هذا الأمر أن هناك مفكرين وقعوا في هذا الإشكال أحد علماء المجتمع لا نريد أن نذكر اسمه خلط بين هذه الأمور فبدأ مثلا يحمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعض ما جرى على هذه الأمة ليش لماذا لأنه خلط بين مفهوم الاعراف الاجتماعيه الذي هو يعيشها ويريد ان يعكسها على على مفهوم الاعراف العقائديه التي كان يعيشها امير المؤمنين في ذلك الزمن. وهذا الامر جدا خطير. هذا الامر جدا خطير. يا اخوان في في الحلقه السابقه قلنا هذه الامر. الانسان في كل المجالات عندما يريد ان يحصل على حلا لمشكلة ما يرجع إلى أهل الاختصاص في الطب أهل الاختصاص في الهندسة أهل الاختصاص في كل شيء في كل شيء أهل الاختصاص ولكن عندما نقول لهم ارجعوا إلى الأئمة سلام الله عليهم على الأقل وأعتذر من هذه الكلمة من مقام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه على الأقل تعاملوا معهم تعاملوا مع الائمه على الاقل على انهم اهل الاختصاص بل من الرائدين في مجال الاختصاص. روح تتبع كل روايات اهل البيت مثلا، او روايات اهل البيت في موضوع الاطفال والتربيه والعلاقات الاجتماعيه والعلاقات الاسريه والعلاقات الكونيه، تجدها مليئه مليئه جدا بقضايا التربيه. تعاملوا معهم على انهم اهل اختصاص. ارجع لاهل البيت سلام الله عليهم. يا اخوان على الاقل تفكير بنفسك. يعني انت لما تجي تفكر في نفسك تحاول ان تنقذ نفسك من نار وقودها الناس والحجاره. النبي صلى الله عليه واله يضع لنا قاعده، يضع لنا خطا مستقيما، يقول: هذا الخط تمسكتم به لن تضلوا. لم تتمسكوا به او تمسكتم بواحد دون اخر ضللتم. كتاب الله وعترة أهل البيت خلي هذا نسأل هذا السؤال هذا السؤال نسأله إلى جميع الأخوة اللي الآن يشاهدون أو اللي ما يشاهدون أيضا سيأتينا شهر رمضان إن شاء الله الكل يحرص على ختم القرآن الكريم وهذا شيء جيد بالعكس هذه عبادة روحية جيدة لكن هل فكر بأني أقرأ قرآن لكني لا أطلع على رواية أهل البيت كيف استطيع كيف استطيع ان انقذ الاخرين؟ ابني اريد انقذ ابني انا اريد انقذ ابني اهتمامك بابنك تريد انقاذه انت تريد تخليه في شخصيه مرموقه بالمجتمع تريد تخليه الشخصيه معتمد عليها في المجتمع تريد تخليه الشخصيه يشار لها البنان في المجتمع اذا انت لم تسر بطريق خطه النبي صلى الله عليه واله شلون راح تعكس الطريق الذي يستطيع به ولدك ان يسير في خط مستقيم هذا مستحيل فاقد الشيء لا يعطيه لذلك نقول الاهتمام الاهتمام فقط بالولد غير صحيح تربيه الولد في غير سن الصغر غير صحيح تربية الولد في سن الصغر بلا تربية عقائدية أيضا غير صحيح هذه كلها غير صحيح الصحيح هو تربية الولد في سن الصغر وتربية عقائدية عند ذلك تأمن تأمن على نفسك وتأمن عليه وتأمن على الآخرين منه هناك الصحيح ثم هناك عدة أساليب يعني الإنسان عنده عدة أساليب حتى يربي ولده، مو فقط باللسان. هسه اللسان لغة تخاطب لغة لغة التخاطب بين الولد وبين أبيه تكون باللسان، لكن السلوك أهم شيء. الإنسان بسلوكه يستطيع أن يربي. يعني خلينا نضرب مثال. إبنك عدة مجموعة أصدقاء وإنت راغب بأن هذا الإبن يترك واحد من أصدقائه وخل نفرض أنه أنت دائما تقعد ويا ابنك والسولف المفروض هي شيء وفي يوم من الأيام أحد أصدقائك كان قد ارتكب فد خطأ من تجلس ويا ابنك وتقول له أنا قطعت علاقتي بصديقي الفلاني لأنه ارتكب الخطأ الفلاني. لأنه مثلا ما يصلي. أنا ما مستعد أمشي وي انسان أنا أعتقد بأنه وقود وقود للنار. ما مستعد. هذا السلوك منك ينعكس علي من؟ ينعكس على الولد. الولد أيضا يقول إذا كان أبي بهذا العمر ويضحي بصديقه. لأن صديقه غير مرتبط مع الله جل وعلا فمن باب أولى أنا أضحي به لكن إذا ش... وجد بأن الآب أغلب أصدقائه لا يصلون أو صديق عند واحد لا يصلي والابن عنده صديق لا يصلي أو يجي الآب نقول يعني الأب يعني نفرض فرض أن الأب بدأ يهتم بالتربية العقائدية ويطلب من الابن قطع علاقته بهذا الصديق شنو السبب يا أبي يقول له السبب انه ولدك صديقك لا يصلي أنت عندك صديق ما يصلي فالتربيه السلوكيه اهم من التربيه اللسانيه اهم بكثير من التربيه اللسانيه لهذا من لما نقول بان التربيه العقائديه مهمه لابد ان يجد الولد وينظر الولد ان ابيه ان اباه متربي تربية عقائدية أباه مهتم بصلاته أباه مهتم بجيرانه مو يقول لأنه حسن أنا مهتم بجاري لأنه والله المجتمع يحب الجار لا لا أنا أهتم بجيراني لأن النبي أوصى أنا أهتم بجيراني جاري المؤذي لأن الإمام الكاظم قال لي ليس حسن الجوار كف الأذى إنما حسن الجوار الصبر على الأذى أنا مهتم بوالدتي لأن الله أمرني بذلك. أنا مهتم بأصدقائي لأن الله أمرني بذلك. اجعل كل تصرفاتك اجعل كل حركاتك لما تُسأل عنها من قِبل ابنك من قِبل ابنك تُسأل عنها تُجيب إجابة عقائدية. صح القضية قد تكون صعبة في البداية. والسبب الانسان في مشاغل هذه الحياة الدنيا انشغل كثيرا بما يبعده عن التقرب العقائدي يعني الحياة صعبة المشاغل كثيرة عدم جدولة الـ الـ الوقت مع ان امير المؤمنين يقول عليكم بنظم اموركم لازم وقتك يتنظم هذا الوقت للابناء هذا الوقت للعائلة هذا الوقت للاصدقاء هذا الوقت للعائله هذا الوقت للاصدقاء هذا الوقت للجيران المهم تنظيم الوقت وجعل قسم من هذا الوقت للاولاد اعتقد بانه سيؤتي ثمارا كبيره للولد بحيث يجعلك لا تخاف عليه وصل بنا المقام لختام هذه الحلقه نسال الله سبحانه وتعالى أن يعين الآباء على تربية أبنائهم، ويعين الأبناء على بر آبائهم، ويجعلنا من الثابتين على ولاية محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>